اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، وبالضبط من منطقه الرحمه. التوحيد الدكالي الدغوغي معروف برمان، ياك ولا خونا رمان؟ رمان في الدار، في هذه السويقه، واحد السويقه غير صغيره. كيف ما كنعرفوا وحنا باقيين كنعيشوا الازمه ديال الغلاء الاسعار، وديال ان الخضره كتبقى عند الخضار كتخسر. اليوم الدغوغي بغى يوصل المعاناه ديالو للناس المسؤولين، ويقول لنا شي رساله للناس المسؤولين باش يديروا حل، لان راه حتى الخضار محن ومقور. ياك السي الدغوغي؟ والله يا اختي لا محنين وحق الله. عباد الله كيصعبونا مغاليه الخضره وهي غاليه من المارش. قلتي لي انا كنقص على الناس. كنقص على اختي، ما كنصوروا والو، كنصوروا براطو. يعني ها كتخسر، وانت اللي كتاكل فيها؟ اللهم ناكلوها علينا. ماشي غالي اختي، بطيطه بطاطا الحيز وداك اللخ خضير 10 دراهم. بطاطا شحال واصله؟ وراه عندك اثمنه شويه. راه دابا هاد الشيء حنا ناقصين في الثمن اختي، ولكن راه حنا ما كنصورو حتى لعبه. السلعه كنجيبوها كتخسر لينا، كنقولو اللهم نبيعوها، فهمتي يا اختي؟ وهاد الازمه طولت الدغوغي. الازمه اختي من كورونا وهي طولات. عباد الله راه انا بقاو فيا المواطنين اختي كيجيو. شنو كيقولوا لكم المواطنين؟ انت اقرب واحد للمواطنين. اقرب واحد من المواطنين كيقولوا لك طيبوا ما تشوفوا البيض. ما تشوفوا البيض اخر. عباد الله الخضره دابا اللحم ما كتشوف عباد الله والو ما يعني ولاو كيمشيو للقطنيات بصح. القطنيات الخضره والو دابا حالي، القرعه الحمراء 300 ريال. وحق الله. شنو هي الحاجه اللي على اقبال دابا حاليا؟ ما هي اللي شحال دايره؟ دايره اختي 8 دراهم. كيديروها مع البيض؟ خيزو بطاطا والقرعات شي والو ما غالي بزاف. لا دارك شكون المسؤول على هاد الروينات؟ الفلاحه. الفلاحه هما دابا حاليا الفلاحه ضايعين، لان كري غلا، الملحه غلات، كلشي غلا. هادشي اللي كاين اختي، الغلا كاين من الفوق، الفلاحه كرفسين كرفسين. كنعطيو التحيه للناس اللي مكلفين بهذه العلامه، هذا يديروا شي تاويل مع الناس. ما حبسنا اختي وما عندناش الطوميل ديالنا هو البيع والشراء. ما تقدرش دير حاجه اخرى. تكرفسوا عباد الله والناس والمواطنين اللي داروش. كاين عباد الله اللي عندهم العاقه ما مزكيش، فهمتي اختي؟ كيجي كيتقدى باش ما كان، ولكن عباد الله اللي جايب 10 دراهم اش غيدير بها؟ غياخد. شنو دارك دابا الناس ما قدرتش تقدا؟ اقسم بالله اختي الا كنصدق قلت لك فوق 10 كيلو في النهار كتبقى فيا شي مرا هي وليدها كنعطيها كيلو. قلتي لي كتصدق حتى الحواله بصح؟ يا اختي الحواله هاد العام ما نصدق، كلشي مات والله العظيم اختي. ما حقاش شنو مات الحواله؟ 12 خروف اختي. العز غالي، العز غالي كلشي. يعني تعيد الكبير غيدوز مأزم. هذا بالراس هاد العام هذا باش بنادم باش ما كان غيخوض. لا ماشي هكاك، حاولي اختي، راه كاين العز غالي. ماشي غيفهم الفلاح الله يحسن العون. دابا انا اخوتي فلاحه في العروبيه صلاح الدين، عندنا واحد الدري خويا راه دابا غيقدر يكون يشوف فينا. هاد العام كان موالف كي 100 حاولي 150 حاولي، هاد العام ما عندوش 3 ولا 4 ما عندوش. علاش؟ الازمه، ما عندوش باش يعلف، ما عندوش باش يدير العلام، باش نقول لك تروبنات. شي رساله منك الدغوغي. رساله اختي من هاد المسؤولين اللي مكلفين بهاد العلام اللي غاديين فيه، يراعيوا الرسوم، ولا عند اللي عنده الفلوس بالزايد يعطي لذاك الدرويش، فهمتي؟ ماشي اللي عنده الفلوس يرد ما والمقوده عليه باش غيعيش، خاص اللي عنده الفلوس يتعاون مع الدرويش، فهمتي؟ صح. حنا ما عندناش وكنتعاونوا. كتعاون كتعطي للناس الخضره. العاقه بض والو ما كيتمزكش. جا واحد عندي قال لي تيموت اللي بغى يموت، والله ما بغيت نسال يد كلمه. واحد خونا لاباس لاباس عليه. كيتا العواشر صدقت، قال لي شحال صدق لي الفلوس خاصك تلم هذا الوقت هذا. الناس اللي عندهم العاقه يصدقوا، اللي ما عندوش يعطيوه. يعني انت من القليل كتعطي؟ وحق الله حتى كنعطي والله شهاده لي. كتصدق الخضره؟ الخضره بقى قاعده شي حاجه مدينه، كنشوف شي مره ما عندهاش نقول لها خذ ديك الخضيره. كتمشي في الحانه وكتدعي معايا والله. ايوا هذا هو الاجر الحمد لله. واش نقول لك رساله للمسؤولين يخدموا عقلهم. خدموا عقلهم، هذا الشيء راه ما خدامش، راه العلامه علامه السعاده. الخضره اختي راه ما قادرنا فيها والو، حنا ضايعين بزاف. ما عرفنا حبسنا ما قينا باش نعيشوا، فهمتي؟ واخا عندك قناه في تيك توك الدغوغي ياك؟ شنو هي خويا دير فيها؟ ام سي وادي. شنو هي؟ ام سي وادي.
وعلاقه القناة. شنو سميت القناة؟ ام سي واثق. ام سي واثق. ام سي واثق. اش كتعني هاد ام سي واثق؟ مصيبه القناه اللي بغى يدخل عندنا تما تكوني قوي. شنو كتلوحوا في القناه؟ شنو كتلوحوا فيها؟ لعيبه ديال الخضره وكذا وهادي وكذا. ما عندناش اشكال في داكشي، حنا ما عندناش علام اللي فهمتي. حنا كنعطيو التحيه لهاد الناس اللي راعيو العباد. شي ناس هنايا في التعاليق قال لك شاد اللبس لابس، احترمنا شويه، قال لك احترم المشاهد. انا كنقرا لك التعاليق ديال الناس. عادي يا خويا. ومفركس بنتي ليا، مفركس كتخدم كلاس. لا كنخدموا هنايا مفركسين مع كليان وكذاو. الناس بقاو داك كيخدموا معاهم بالفوق هي. كتقلب الحطه. لا جا شي حد لاباس عليك كتخدم معاه بالقميجه. عندنا الربح نخدم مع الناس مقوده عليه، وحق الله الناس مقوده عليه معزاز عليا. كلشي فهمتي، كلشي ديال الله. كنفهمتي. علاش كنتي لابس الفوقيه؟ الفوقيه اختي كندام على المارشي. كتخدم بها؟ كنمشي وسط شي لعيبه كتهزو، كنجي كنحيد. كتبقى نقي زعما. هما اللي خدم بالشورت مع الحارس خون فهمتي. وقول لنا الاثمنه ديال هادشي اللي لابس. الاثمنه اختي الحلوم ب 20 درهم. اييه 13 ب 100 ريال. هاد السروال ب 300 درهم. سروال هذاك؟ راه مقلوبه سروالو فهمتي، وحاسك وبك. حاسك 200 درهم. 200 درهم؟ ايوا راه لاباس عليك هاد الدغوغي. قميجه 200 درهم. وراك ضارب دابا 400 درهم. راه من العيد العيد. والله خلى الحاج الخضر اختي، راه هو الفوقيه فينا قاعد الخضر. شكون الحاج الخضر؟ طارو والحاج الخضر. وتحية للحاج الخضر. الحاج الخضر تبارك الله. واش اللي كاين اختي؟ وكنطلبوا من هاد الناس. واش ديما كتكون مفركس في السوق؟ مفركس اختي، راه الصيف دابا هذا ولفت خندش. واه ضارب فوقي اختي، كنضربها على فهمتي ناس الصنادق كذا كتعمرها الشيء مجدله. كنجي هنا كنبدل الحوايج خدام. واه تخدم ب 400 درهم ديال الحوايج؟ هادي هي انا مني 400 درهم. ويدير لاباس عليك؟ شتي علاش بلاباس عليا؟ خدم عقلك. زين خدم عقلك. لاباس عليا والو، راه فهمتي عادية تلبسي بنادمين عادي. هادشي اللي كاين اختي، وكنطلبوا من الناس هاد الخضره ديال فاتاويل، خاصنا نقصوا من السلعه ديال غلات شويه. الله يرضي على بنيتي. هادشي اللي كاين في تعنتي. شكرا لك السيد دغوغي وتبارك الله عليك، ونتمنوا الرساله ديالك توصل. ونتمنوا المسؤولين ديما كناشدوهم باش يديروا حل من كورونا، ومازال ما استجبوا لا المواطن لا الخضار لا شي واحد. وكنتمنى تكون نتيجه، لان جاي عيد كبير والناس مقهورين، ما شراوش الخضره عاد يشريو الحولي. فكنتمنوا خير من عند الله سبحانه وتعالى. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كنا مع هذا السيد سيد دغوغي في المباشر. كل الخضره هو كامله، كليتي الفول، كليتي خيزو، ما خليتي للناس والو. اذا انت لنا مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نودعكم في امان الله، حتى نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.